الناس في التعامل مع ضغوط الحياة نفسيتين. النفسية الأولى لما تتعرض لضغوط الحياة تشوفونها ما تحسن التعامل مع الآخرين، الحياة تضغط عليهم وهم يضغطون على الآخرين. وفي ناس نفسيتهم مختلفة، الحياة تضغط عليهم بهمومها بآلامها بمعاناتها بتحدياتها، لكن يفصلون ما بين أن الحياة قاعد تضغط عليهم وبين معاملتهم للآخرين. فتلقاه مهموم وعنده مشاكل، لكن لما يسلم على الناس مبتسم، لما يتعامل مع الآخرين ما يشعرهم أن عليه ضغط أو عليه آلام. شوف النبي صلى الله عليه وسلم على الرغم من أن شايل كل هموم الأمة وآلامها ومعاناتها، المنافقين من صوب واليهود من صوب والكفار من صوب والصحابة كذلك من صوب، وهم في تبليغ الرسالة والدعوة من صوب، وزوجاته يعني معاناة، ومع هذا شوف الوصف، ما رؤي عليه السلام إلا متبسما. معناته الإنسان لازم يتدرب أن يفصل ما بين الضغوط اللي يتعرض عليها من الحياة وما بين تعامله مع الآخرين. فإذا لا تكون ضغوط الحياة سبب في أنك أنت تضغط على الآخرين وأنك أنت تنقل آلامك وهمومك عليهم وتخرب علاقاتك الاجتماعية وصداقاتك بسبب ضغوطك. هذه نقطة مهمة لابد الواحد ينتبه لها. فخل نفسيتنا تفصل ما بين ضغوط الحياة وأن احنا نحرص ونحافظ على علاقتنا مع الآخرين.